فقال لي يا معاذ، يا حرف نداء، والمنادى هو معاذ والمنادي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ طرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم بصيغة سؤال لأنه أدعى لحضور الذهن، ولم يخبره عن هذا العلم من أول وهلة، بل صاغه في سياق سؤال. فقال أتدري، الهمزة للاستفهام، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فأفاد هنا أن هناك حقين، حق لله جل وعلا على عباده، وحق للمخلوق على خالقه جل وعلا.